واضح ان سيادتك مش فاكراني خالص. عارفه كويس يا مستر اشرف. بنقدم خالص التعازي في وفاة فريد الله يرحمها. حياتك الباقية. مدام كاميليا والدة ليلى. ايه اللي جابها هنا؟ من فضلك اطلعي بره. يا ست ما تاخدي نفس انت وبلعي ليه كده عشان تعرفي عدوك من حبيبك. مدام ريمان احنا محتاجين من حضرتك انك توسعي صدرك شويه عشان تسمعي الحكايه. انا مش عايزه اسمع حكايات. طب احنا بقى عايزين نقابل مستر ليل صاحب البيت. ليل مش موجود. من فضلكم اطلعوا بره. ان شاء الله هتاخد اعدام. عدموك مدريتي يا بعيده. لا 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 لانك الليه منك الليه مفتريه. انتوا كلكم كده على بنتي. كاميليا اوعى ايدك. عدموك منك لله يا بعيده. كاميليا اوعى كده. بالراحه. طيب اوعى كده منك لله. بالراحه بس. منك لله منك لله. اتفضل. ماشي يا حنف الكلب. قاعد يقول للصغيره تحت والطويله هي اللي فوق. ماشي. مش عارف والله يا معلم ايه لازمته حضور الجنازه دي. انا بقول انت اصلا من بدري ايش دماغك تخينه ليه بس يا معلم؟ هقول لك ليه. عشان لما نروح الجنازه هنعرف في دماغه ايه من ناحيتنا. فاهم ولا لا؟ يعني هو لو في دماغه حاجه يعني نقول على نفسنا يا رحمن الرحيم يا معلم. ولا اللي شغال مع شعبان ما بيخافش. فاهم؟ انا مش خايف يا معلم بس. وبعدين يعني عايز اقول لك لحاجه. هو هيكون في الجنازه هيكون في ولا في ايه؟ فهمت يا ابو وشه تخينه؟ فهمت يا معلم فهمت. قاعد يقول لي الطويله فوق والقصيره ملعون ابوها يا عم. هو يعني مش ماسك كرافطه مش هيعزي؟ يلا يا عم يلا يا معلم يلا يا عم هات يا عم. بتعمل ايه؟ صباح الخير يا محمد. اشرف ازيك يا وفاء؟ كنت فين يا اشرف؟ بقالك 3 ايام بايت بره بيتك. كنت بجيب عربيتي اللي سعادتك ما رضيتيش انك تساعديني نرجعها. 3 ايام يا اشرف تبات بره بيتك من غير ما تتصل بيا حتى تطمني عليك. طب وانت ما اتصلتيش ليه؟ ليه؟ هو انا اللي بايته بره بيتي؟ ويا ترى بقى رجعت العربيه ولا لسه؟ رجعتها والعربيه واقفه بره وشاهد على كلامي. ماشي يا اشرف هعديها بمزاجي. يلا بقى خد بقيه اليوم اجازه ويلا بينا عشان نروح بيتنا. لا مش هينفع مش هينفع والله. اصل مستر ليل عنده حاله وفاه ولازم اعمل الواجب. وانت طول عمرك صاحب واجب. الحمد لله. واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا الى لا حد عليك حبيبي. ربنا معاك اخويا. ربنا معاك اخويا. شد عينك اخويا. فخر يا اخويا فخر. الذين ينفقون في سبيل الله.
يصبر قلبك. من هو اللي قتل؟ من هو اللي قتل؟ سعدي، سعدي نبتل منه، من هو اللي قتل؟ قال لا يا سعدي. طيب معلش يعني انا لازم امشي عشان خليك الرياضية لما تتغلبي اعترفي بالهزيمة. كان نفسي تكون جنازتك. مش لما احضر جنازتك الاول ليه مش هيسيبك؟ الجبابرة. طب احنا ليه قعدنا مع الجبابرة؟ طب يلا بينا، ما كفايه يا ربع. هزيمة صغيرة، ما تفرحش قوي. ابراهيم الجزار. جزار ايه؟ ابراهيم الجيار. الجيار البيه في حياتك يا ليل. ربنا يجعلها اخر الاحزان. ما اعتقدش. ما كانش له أي لازمة أبداً مروحك العزا ده. حد غيرك يقول الكلام ده؟ أنت ما شفتش إبراهيم الجيار ونبيلة طنطاوي وشكري وكل الناس المهمة اللي كانت في العزا؟ طبيعي يعني، ما هو عادي ده الطبيعي. اللي مش طبيعي بقى تشبيكة العلاقات المرعبة دي. ده اللي مخليني حاسس إن البت ليلى مجرد ضحية بس. بص يا سيف، أنا خبرتي تقول حاجة واحدة بس. إن العالم ده والحدوته دي كلها ما فيهاش ضحايا، كلهم ولاد 60 كلب كده. الصوره واضحه، ابراهيم ورا كل ده. ما انا عارفه ومتاكده. فكره ان طارق مش مصدقني خالص وابراهيم بيلعب بيه. طارق ما يسواش حاجه عند ابراهيم من غير إبراهيم. مش هيسيبك غير لما يوصل للي هو عايزه. الحل بقى انك تبعدي عن طارق، ساعتها إبراهيم هيرمي.
لا مش هقدر. وبعدين انا خايفه ان هو يتعلق بحد تاني غيري لما بعد. مش احسن ما يتعلق بحد تاني وانتي معي؟ يا صباح الفل يا فندم. انت مش اجازه النهارده؟ ايه اللي جابك؟ يعني قلت حضرتك تكون محتاج حاجه كده ولا كده، وبصراحه جيت اطمن في المهمه اللي حضرتك قلت لي اعملها. ايه؟ هي بوجي مبسوطه منك جدا. بس انا مش محتاج منك حاجه دلوقتي. ماشي، بعد اذن حضرتك. خليك يا طارق، شكلي هحتاج لك. الو، ازيك؟ انت عارفه معنى اتصالك ده ايه؟ ما تسالش عليا، فقلت اسال. انا كنت متاكد انك في الاخر هتعرفي ان اللي بيبقى معايا بيكسب. سيبك من الكلام ده، انا عايزه اشوفك. انا كمان نفسي اشوفك. يبقى متفقين، اجيلك ولا تجيلي؟ لا، تيجي انتي عشان اعرف احتفل بيكي. ما تقلقيش منه، صدقيني لو عرف هيتبسط. لا طبعا مش هقول له، انا هتصرف. تسعى كويس. اوكي، باي. لا غلط انك تروحي له. هيك شايف ان هو صمم؟ خلاص الغي كل حاجه. مدام نبيلة انا هروح. واحد. لا اله الا الله. كتير شربوا من اللي انت شربته. تقصد ايه؟ كاس ودوار. انا مش ناقص شغل الدرويشة، ممكن تسيبني في حالي الله يخليك. جرحك مفتوح، شايفه وصعبان عليا. بس حاسس بوجعك اللي بينط من عينيك. فضفض، خف حمولك بالكلام. ما تعودتش احكي لحد. مكسوف من اللي جواك علشان كده مخبيه. ساعد نفسك، ربنا يساعدك. كل حاجه رسمتها اتهدت. علشان ترجع تبني تاني على نظافه. مبقاش في حاجة تستاهل إن الواحد يعيش عشانها. عشان ما انتش شايف كويس. لما تنشف دموعك هتشوف كويس. الراجل اللي هناك ده عاوزك، ساعده عشان ربنا يساعدك.
من سعادتك. كنت قدام النادي الحرس هاجم عليا، حسيتش بنفسي لما فوقت لقيتني مرمية على الأسفل ولقيت المطحونة واقعة على الأرض. يعني ما حدش صار لك تخطفيها؟ أنا ما خطفتهاش، ده أنا كنت عايزة أجيبها لك. حبيبتي كان نفسها تشوفك وكانت لي النهار عمالة تقول بابا بابا، ما بقتش عارفة أعمل إيه. وفكرت إن لما أجيبها لك أنت هتفرح وهترجعني أشتغل في النادي تاني. اه بس انت لما كنت بتشتغل عند نبيلة كنت بتاخدي فلوس اكتر من اللي كنت بتاخديها في النادي. عشانك عامة يعني الشغل هناك خانق، الحركة بإذنه والكلمة بإذنه، الحرس ناطط للواحد في هدومه كأنه في سجن. كنتش عارفة ان ده هيدخلني السجن هناك. هفتح لك شركة حراسات باسمك، عايزك تعمل لها أكبر حملة دعاية، مش بس في الجرايد، لا في السوشيال ميديا وإعلان في التلفزيون شيك. أيوة فندم، بس أنا يعني ما أعرفش شغل الحراسات دوت ولا شغل الدعاية، أنا كمبيوتر ساينس يعني حضرتك. هترجع تقول لي ما أعرفش؟ أنا الأوان تعرف بقى. أنا خلاص رتبت لك مواعيد الليلة دي مع شريكك واهم ناس في الدعايه والاعلان، تقعد معاهم براحتك وتتفق على كل التفاصيل. ماشي يا فندم، تحت امر سعادتك. انت مش جعان يا طارق؟ اقعد. لا والله يا فندم، ده انا مش قادر اتنفس من كتر الاكل. شكرا. اقعد. حاضر. كل دي طعمه قوي. حاضر. عامله لك فنجان قهوه يا خالتي، انما ايه من اللي وصى عليه ده وطف التذكره. والله تسلم ايدك يا نيفين، طول عمرك حبيبه والله، من قلبي للقلب والله. تذكرة ايه دي؟ تذكرة اتوبيس؟ دي القهوة صايصة ومش مستوية. دي القهوة اللي انا بعرف اعملها. وما تشربي يا خالتي وانتي ساكتة، هو انتي هتباتي هنا؟ المهم البت ليلى عاملة ايه؟ ما انتي لو كان عندك اصل كنت رحت لها وسألتي. انا ما بحبش اخش اقسام وبخاف منها. منورانا والله، والله العظيم منورانا. بلا نورتي بلا طفيتي، خدي اقري. ايه ده؟ اسود ومنيل بستين نيلة؟ اسود لما يشيلك. بصراحة مكالمة مش متوقعة خالص. خير يا ليل؟ ليه عايز انجي تتنازل عن المحضر؟ ليلة تهمك في ايه؟ اعمل لك شاي تاني؟ متشكر كده كفاية. هو انت كنت عايزة المعلم فيه؟ موضوع شخصي. انا قلبي عليك، اصل المعلم ملوش مواعيد، وانا يعني ممكن اخدم لو الحكاية ملمومة. الموضوع كبير. اهو المعلم وصل. ست مستنياك من بدر اخوي. عارف. روح انت يا حسيبة، سيبيني اتكلم مع الدفشان. عملت ايه مع ابراهيم؟ لا ولا حاجه، يعني كلام ناس مهمه مع بعض كده، يعني شويه حاجات كده ما تشغلش بالك. يعني هو احنا مش اتفقنا؟ مش واخد بالك خالص. واحنا اتفقنا؟ خلي بالك كل العملاء بتوع ليل معايا مش ابراهيم وبس. طب ده كويس، حطيهم بقى في المحفظه، بس اوعوا منك ولا اقول لك حطيهم في ال... ولا بلاش، احسن في الشنطه احسن.
اتفقت مع ابراهيم. شيش بالك الشغلانه دي كبيره عليكي. اقول لك على حاجه، قوري كوسه ولا قطعي شويه بطاطس ترم بيها عظم ليه الباشا؟ بس هو محتاج يتقوى يعني في الازمه اللي هو فيها. ربنا يكون في عونه، ربنا حن عليه. انت مش شفتيش شاي ليه؟ جاب لي بقسماط تسقي حسيبه. شوف لنا كده بقسماط ولا حاجه. منوره نجمه العالم. عزلي بس البلطو يشبك في مسمار. لحظة لو سمحتي، ممكن الشنطة؟ اتفضلي. بعد إذنك. كنت متخيل إنك هتبقي لابسة السواريه وفول ميك اب عشان نحتفل. إيه بقى لازمة التفتيش ده؟ برضه جميلة يا نانسي. ياه بصراحة أنا مش مصدق. مش مصدق ان انا ضعفت قدامك. ها كنت فاكرك اقوى من كده. اصلا انا كنت مستمتع بالجيم. طب خلاص بسيطه جدا، انا همشي وحضرتك تكمل. لا الجيم. لا لا لا، احلى حاجه لحظه الانتصار. اتفضلي الجناح المخصوص بتاعي. بليز لو سمحت على الاقل ما تحسسنيش ان انا رخيصة. دي واقعية مش رخص. انا بحب اجيب من الاخر. اتفضلي. انا مش هتنزل عن المحضر. على جثتي فهماني؟ البنت دي لازم تتحسب وتتعدم زي ما قتلت بنتي. ماشي خلاص، هدولي بنتي، هدولي بنتي. انا مش جايبه اي حاجه غير البنت تاني. ايه ده؟ ظهر عليك مكسوفة، إيه رأيك لو نبتدي بفرد الشهر الحلو ده؟ الله الله، إيه الشقاوة دي؟ كفاية بقى! لو ما تعرفش انا اللي هسبب في قطع عيش. يا الله اعوذ بالله، لكوا عيله ما بديش منكم غير المشاكل. هو مستنيني. اتفضلي. كاميليا ايه اللي جاي؟ غبت عليا وحشتني، قلت اجي اشوفك تلاقيك مزنوق. اعمل ايه بقى؟ لا ابدا، انا بس يعني خفت ان وفاء تشك في حاجه فقلت اخفف زيارتي شويه.
براحتك يا اخوي، بس انا عملت بقى حله محشي ورق عنب تاكل صوابعك وراه. اديت شويه ليلى وصعب عليا ما تقول. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بس يا حبيبي محشي محشي في المكتب، انت مجنونه؟ وماله يا حبيبي، بس ده زي العسل، عسل نحل. دوق كده يا حبيبي. محشي ايه رايك؟ لا عسل صحيح صحيح يعني. طب اقعد بقى قبل ما يبرد. يلا يا حبيبي. حلو قوي في ميه عسل عسل يعني. وبعدين ايه؟ تحس كده بيسموه ايه؟ ملفوف عنب؟ اوي ورق عنب يجنن عشان خاطر عيونك يا حبيبي. حلو صحيح. اول بقى خليك انا هفتح.